بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مقام سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في غمرة تصارع الأحداث الكثيرة على المستويين الوطني والإقليمي، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لم يعد الإنسان يتتبع كل هذه الأمور، ولكن يختار على حسب الأهمية والأولوية من منطلق مرجعيتنا لنعرف اتجاه العالم ونقيس حرارة هذه الأحداث وشدة وقعها أو ضعف وقعها على حركة هذه الأمة التي وعدها الله بالسناء والظهور والتمكين. لقد جاءتني الكثير من هذه المقترحات التي تدعوني للحديث على ما يسمى بعملية وحفل افتتاح الألعاب الأولمبية وما ظهر فيها والتعليق عليها. وفي الحقيقة لا أكتمكم سرا أنه ليس لدينا الوقت لكي نتتبع كل هذه الأمور، لكن لما شاهدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم أشاهد ذلك الحفل، رأيت كثيرا من هذه الملاحظات التي سأجمل بعضها بإذن الله تبارك وتعالى حسب رؤيتي. أولا، الألعاب الأولمبية، أولمبيكوس، هذه النظرية والعقيدة اليونانية، لا أتحدث عنها، يمكنكم أن ترجعوا إلى أصلها ومرجعيتها لكي تعرفوا أن هذا الجبل المقدس والذي يشير إلى الآلهة التي تعبد من هذا، فأصل هذه اللعبة ومرجعيتها ونار نار نار تاع الألعاب الأولمبية التي يحظى بشرف حملها من يحبه هذا العالم، الذي يريد لهذا العالم أن يتوجه في عبادته لغير الله سبحانه عز وجل وتعظيم ما حقر الله وتحقير ما عظم الله. يمكنكم أن ترجعوا إلى الأصل التاريخي والديني لهذه المسألة، فهذه لا أتحدث عنها، هذه الأولى. إذن هنالك مرجعية، ولو كان المسلمون بإذن الله الأمر بيدهم لتعاملوا مع كل حدث وفق مرجعيتهم، إذ لا يمكن أن تشارك مثلا حتى في لعب تكون مرجعية عياذا بالله ما لا يرضي الله. وأنتم تسمعون عن اليوغا، وهذه ليست فقط حركات رياضية، هذه عندها معتقدات تبنى عليها، دين دين. حينما يريد منك أن تلغي عقلك وأن تستقبل الطاقات الإيجابية، وبعد ذلك يعني أمور كثيرة، يمكنكم أن ترجعوا للحديث أو لمعرفة هذه المرجعية التي تبنى عليها الكثير من هذه الرياضات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يزعمون أن الرياضة في مختلف التخصصات المائية والبرية والهوائية، هذه الرياضات يقولون أنها إنما اعتمدها الإنسان من أجل تلاقي الحضارات يا كاسي، ومن أجل أن يتعاون الناس. وكم هو جميل هذا المقصد، يقول تعالى يا أيها الناس، كل الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلكم لآدم وآدم من تراب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن في الكرة هي وسيلة للتعارف والتعاون ومعرفة الإنسان أخاه الإنسان، ليجتمعوا على خدمة مصلحة هذه الإنسان بغض النظر عن دينه أو عقيدته أو عرقه أو وطنه أو جنسيته أو لغته أو إثنيته أو تقاليده أو أعرافه. إذن فهذا هو هذا الغاية، غاية شريفة ومؤشر عليها في الإسلام ويحفز عليها الإسلام. فكلكم لآدم وآدم من تراب، ولا فرق للعربي على العجمي، ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى. وما هو التقوى؟ هو مراقبة الله تعالى في خدمة عباد الله. ومن راقب الله في عباده لا يصدر منه إلا ما فيه الخير لعباد الله، ولا يكون ذلك إلا من مسلم مستسلم لشرع الله. فإن شرع الله في النسخة الأخيرة المنزلة على خاتم النبيين تدعو هذا المسلم أن يكون خيرا للناس، قال أحب الخلق إلى الناس أنفعهم للناس. إذا هذه الرياضة كانوا يقول هي مثلا وسيلة للتعارف والتعاون، مزيانة، لكن
يقولون أيضا إن هذه الرياضة ينبغي أن تكون بعيدة عن السياسة وعن المعتقدات، لكن نشاهد دائما دائما أن الرياضة ليست بريئة، وإنما هي قناة تصرف من خلالها الكثير من المعتقدات. هذا الخطر، والإنسان لا يمكن أن يقبل بمعتقد غير معتقد التوحيد في هذا الزمان. الله خلق الكون وخلق هذا الإنسان مستخلفا في هذا الكون عن الله تبارك لإقامة شرع الله، حتى تبنى الحضارة الإنسانية الربانية العادلة التي يفيء إليها المظلوم ليأخذ حقه، وأن لا يظلم أبدا أحد في هذا النظام الرباني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فهذه المعتقدات التي تصرف ينبغي إن سمح للرياضة أن تصرف فيها الاعتقادات التي تنفع البشرية جمعاء، حتى يكون هناك تمييز وحيف بين هذا ينتمي لهذا الدين وهذا الدين، وهذا ينبغي أن يميز وهذا ينبغي أن يضرب ويشطب عليه. إذن فيمكن أن تكون قناة لتصريف المعتقدات، ويمكن أن تكون أيضا قناة لتصريف واسمه قرارات سياسية. فأنتم رأيتم اللاعب المصري في إحدى المقابلات للدوري الإفريقي في إحدى الدول الإفريقية حينما سجل، كان يضع تحت قميصه قميصا فيه نصرة لقضية غزة، وقد أحدثت ضجة، في حين أن هنالك من يستعملها لتأييد بعض القرارات السياسية في صالح غير المسلمين. ولا تجد أبدا هذه المؤسسات التي تسهر على رعاية الرياضة وتسييرها، لا ترى منها أبدا أي اعتراض كالاعتراض التي يتم على كل واحد يريد أن يجعل الرياضة قناة تصرف فيها شيئا ينفع الناس. هذه الثانية. الآن إن شاء الله نأتي إلى ما يسمى بهذا الذي يسمى مناسبة افتتاح الألعاب الأولمبية. هل تراه كان فعلا منسجما مع ما يزعمون ويشيعون في الناس أن الرياضة هي للتعارف، الرياضة لا ينبغي أن تكون قناة تصرف فيها عقائد لأناس ضد أناس آخرين فتخلق بدل التعاون التنافر، وهذا الذي لا ينبغي أن يحدث؟ هل فعلا هذه الرياضة هي قناة لا تصرف فيها أبدا قرارات سياسية ومواقف سياسية لبعض الدول ضد دول أخرى؟ سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حينما كان مونديال قطر 22، رأيتم كيف أصر الغرب على أن يأتي بالألوان هناك للاعتراف بهذا الميل لكل ما يصادم الفطرة في العلاقات بين البشر وخاصة العلاقات الجنسية. ورأيتم كيف وقفت قطر شامخة ضد الفريق الألماني، حيث فرضت عليه أن يرجع من إسبانيا إلى ألمانيا ليأتي في طائرة أخرى لا تحل بتلك الأرض إلا طائرة لا تحمل تلك الشعارات. ورأينا كيف وقفت قطر شامخة في صد كل هذه الأفكار التي تصادم الفطرة، وكانت مشكورة على ذلك. ثم سمعنا من فرنسا ومن بعض الدول في قطر أن هذا المونديال كان أسوأ مونديال في التاريخ، هكذا، وأنهم كانوا يخشون على أن لا تكون الملاعب ملاعب في المستوى، وكانوا يخشون على الكثير 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 من الإجراءات المتخذة هنالك. لكن كل ذلك تم تكذيبه واقعا وعملا، ورآه العالم، حتى خرجوا بمنطق وبقرار وبنتيجة أن مونديال قطر هو أحسن مونديال مر على الكرة الأرضية منذ بدايته، تنظيميا، كراميا، يعني كل المجالات. الآن في فرنسا بلاد الثورة الفرنسية، بلد الأخوة والحرية والمساواة والعدالة، هذه الشعارات التي طالما رفعتها، فما الذي حدث في هذا الافتتاح؟ ودائما يتم التركيز على مناسبة أو على حفل افتتاح الألعاب الأولمبية. لا إله إلا الله. دعوني أقول لكم أولا،
في هذا الافتتاح أن الدول المسيحية ثلاثة أنواع: البروتستانت أمريكا وأنجلترا، والبروتستانت أغلبهم يؤمنون بالعهد القديم. ما معنى العهد القديم؟ الذي تتوافق رؤاهم حول الحياة مع رؤى تلك الدولة التي تغتصب أرض فلسطين، ولذلك فهم يقدمون كل الدعم. ورأيتم المنتن كيف يستقبل في مجلس النواب وكيف يتم التصفيق له، وأنتم تعرفون أن كل تلك المؤسسات في أمريكا كانت تدفع الملايير حتى تسند هذا الكيان السرطاني في قلب العالم الإسلامي. هذه ما هدرش عليها. من الذي تولى كبيرة تلك هذه الخطيئة ضد المسلمين؟ هي بريطانيا، وتسلمت بعد ذلك أمريكا. هذه خليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم هناك الدول المسيحية الأرثوذكسية، روسيا، وترون بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الذي كان يكفر بالدين ويقول الدين أفن الشعوب، رأيتم كيف استنجد الروافض بهم، وإذا بهم يأتون لمقاتلة المسلمين في الشام، حرب المسلمين في الشام، والذي كان يبارك تلك الطائرات هم أحبارهم الأرثوذكس. إذن فهؤلاء وهؤلاء. باقي الكاثوليك، فرنسا التي تمثل فرنسا، أوب 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 أوب. الكاثوليك إذن هم أيضا ممن كانوا شديد الوقع على المسلمين في خلال الحروب الصليبية عبر التاريخ، وما فعلته فرنسا في الدول المستعمرة لحد المستخربة لم تفعله أي دولة مستخربة في العالم لأي بقعة في الأرض. وأنتم تعرفون أنه خراب للهوية لتلك الأرض التي يأتي إليها هؤلاء. حتى قال بعضهم كلام لا أريد أن أكرره عن فرنسا. الآن إن شاء الله ما الذي حدث في هذه الحفلة الافتتاح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا، العالم كله متوجه لماذا؟ إلى ماذا؟ إلى إلغاء الدين بصفة تامة، وبدأوا بالمسيحية. ولقد اعتذر هذه ثلاث سنوات خلت، شكون هما؟ انت كاثوليك، بابا الكاثوليك في كندا، حول جرائم ما يسمى بالاغتصاب في كندا، واضطر لكي يركع أمام تلك المنظمات السرية التي تريد إقصاء الدين ولو كان محرفا من الأرض، تمهيد الأرض للإلحاد لعبادة الشيطان. الله 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 الله. إذن هذا الشرك شفتوه وراكم عرفتوه. ثم هذه الكنيسة في روما لأول مرة تتحدث عن قضية الشذوذ. هذا الذي يصل كيف تحدث تقول لك هذا أمر لا نتحدث عنه، هو داخل في حرية الإنسان. الله أكبر الله أكبر. ففي هذا البلد الكاثوليك الآن الذي يمثلها تمثيلا يعني واضحا بدأت هذا الحفل، وهذا الحفل أصر على أن يكرس مسألة القضاء المبرم على المسيحية في أوروبا. الله. فكانت أول صورة هي صورة العشاء الأخير. الله يا رب، الله يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أتحدث عن هذا، يمكنكم أن ترجعوا لكي تعرفوا ما معنى العشاء الأخير. يعتبر عيسى هو الإله أو ابن الإله الثالث ثلاثة، ياك. ثم بعد ذلك يأتي رأس العجل، الله أكبر، وأشربوا في قلوبهم العجل. شوف مشات المسيحية، أشربوا في قلوبهم العجل، عبادة العجل. ما معنى عبادة العجل؟ كل واحد عنده عجل في قلبه يعبده. أشربت القلوب محبة الدنيا، عبادة الهوى. العجل أصبح يقود أمة كرمها الله تبارك وتعالى. وبعد العجل المسألة يعني ما نكثرش بزاف، الصورة يعني الأخيرة لتغيير الفطرة، حيث ظهرت المرأة بلحية في إشارة إلى أن العالم يتجه ليس فقط لعداوة الأديان وإخلاء أوروبا من المسيحية، ولكن استبدالها عياذا بالله بما وعد الشيطان في القرآن أن يقوم به مع هذا الإنسان حتى يوصله إلى درجة تغيير الفطرة. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم، يعني شيء مقزز، شيء مقزز، الكل يتكلم عن ذلك، شيء مقزز. امرأة بلحية، ثم بعد ذلك الصورة نتاع الأطفال التي لا أركز عليها. أنا ما بغيتش أركز على هذا الشيء بزاف، أنا أردت أن أعطيكم المرجعية، ثم مسار هذه الرياضة التي أصبحت قناة تصرف من خلالها ما يراد للشعوب عياذا بالله أن تؤول إليه في المستقبل، وإنما يراد لها أن تهيئ لمسألة عظيمة جدا، لا لترك الأديان فقط ولكن لتغيير فطرة الناس. الله 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 الله. فجسد هذا الحفل هذه الأفكار بشكل واضح، وضوح الشمس في وضوح الشمس في ضحاها. هذه النقطة الأولى على الحفل. النقطة الثانية، كم علقت فرنسا على مونديال قطر، وسبحان الله كما تدين وتدان، وكانت تزجي الكثير من الانتقادات، إنما مبعثها، ربما مبعثها لم يكن أبدا هو القصد، القصد هو أن تتحسن هذه التنظيم، هذه المسائل التنظيمية، لكن يشاء ربك لا تمر إلا سنتان، فإذا بك ترى تنظيما عجيبا يتحدث عنه الكل، سرقات، ياك شو الأرجنتين إيش قالوا؟ سرقوا لنا كذا، قال أودي ما كان مشكلة وكبروها، جا شكون؟ الوفد الأسترالي، قال لك أودي ها ماشي غير سرقوا، قاموا بتكسير الزجاج ووجدوا كل، يعني حتى أغراض أولئك المشاركين قد ألقيت في مكان، وتشوفوا ارجعوا إلى الصور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إذا حتى التنظيم أنتم ترون واحد المقابلة يعني كثر فيها اللغط كثيرا نتاع كرة القدم، لا زال لحد الآن يتردد، لم يحدث في أي مهرجان للألعاب الأولمبية في أي نسخة مضت، حتى بدأ الناس منذ البداية يقولون لم نشهد هذا أبدا، وعلق عليه الكثير من المهتمين تعليقات عجيبة. لا إله إلا الله. وأما المسألة الأخرى التي يعني وقفت عليها، وأنا حينما أردت بإذن الله أن أستجيب لمقترح تقديم كلمة في الموضوع، رأيت أشياء أخرى في الحقيقة، يعني سبحان الله سبحان الله، الأسر التي ينام عليها هؤلاء كشفوها للعالم وصوروها وقالوا انظروا، يعني لو أن تلك ذلك النوع من السرة المخصصة لهؤلاء الضيوف الذين جاءوا من أصقاع الدنيا كلها، لو أنها مثلا استعملتها قطر أو إحدى الدول الأخرى لقامت قيامة الإعلام ولم تقعد، ولكن انظر الآن، يعني هم فقط هؤلاء الذين يعنون بهذه القضايا هم الذين تحدثوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. المهم في الأخير وليس آخرا، هذه كلمة المقصود منها بإذن الله أن أركز على المضامين التالية حتى نخرج إن شاء الله تبارك وتعالى بفكرة واضحة. أولا، مرجعية الألعاب الأولمبية، ينبغي أن يعرف المسلمون هذه المرجعية التي تحكم كل هذه الألعاب، إذن هذا من حق المسلم أن يعرف، أن لا يكون تابعا فقط، أن لا يكون مفعولا به في الأحداث، بل ينبغي أن يكون واعي. ثانيا، هذه الرياضة التي كانوا يصرون على أن لا تدخل أبدا ولا تخوض غمار السياسة والعقائد والإثنيات والأفكار، فلتبقى في المجال الذي رسمت له والهدف الذي حددت له منذ البداية، وهو تعارف البشر، تعاون البشر فيما يعني فيما يحقق لهم المصالح، فيما يدفع لهم المفاسد، لكن هذا فقط شعار، الحقيقة أنها قناة تصرف من خلالها عياذا بالله العقائد التي تحكم مصير الإنسان في الدنيا والآخرة. الكرة نعم نعم نعم، والمسألة
ثالثة ألا تستعمل في مسائل السياسية، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ظهر أن هذه هذا الافتتاح وهذا يشير إلى عكس هذه الأمور التي كان من المفروض أن توجد على الأرض. ما معنى أن وزيرة الرياضة في فرنسا تصرح أنه لا تقبل أبدا للرياضيات المحجبات بالظهور في الأولمبياد؟ لا إله إلا الله. رابعا هذه المسألة نتاع التنظيم تحدثنا عنها. الآن نقطة أخيرة، أنتم ترون أن مسألة قضية فلسطين وما يقع فيها حاضرة بقوة، ولذلك يقال إن أول ميدالية أولمبية حصلت عليها فلسطين حتى ولو لم تشارك ولا شاركت هي ما قام به هذا العنصر، حيث اخترق المكان الذي تعلق فيه كل هذه الرايات فأنزل راية العدو، فقالوا هذا انتصار لفلسطين. ثانيا أن هذه الألعاب الأولمبية هنالك زخم كبير في باريس ضد هذه الحرب، ولذلك تجد عنده الكثير من هذه الفعاليات في باريس التي تؤكد على أن هذه الألعاب لن تكون وسيلة لكي تنسينا قضية فلسطين، ولذلك حاضرة بقوة في كل الشعارات في باريس، وهذا أمر عجيب لم يحدث قط في أي أولمبياد وفي أي تظاهرة رياضية أخرى إلا في باريس. المسألة الثالثة أن هذه الأفكار التي تبث العقائد عند هذه الدول تظهر إلى أي حد أن الغرب أفلس وأن حضارته الآن تحتضر، هي تحت رحمة هذه الأفكار الشيطانية الماسونية. ولذلك فإن الإسلام قادم، الإسلام قادم، وما يقدره الله تعالى الآن في هذا الصراع المتواجد في تلك الأرض يلقي بظلاله على الكرة وعلى المونديال وعلى الألعاب الأولمبية وعلى المناظرات في التلفزيون وعلى المحاضرات في الجامعة وعلى في كل نشاط للإنسان في الأرض. أصبح الآن يستظل بظلال ما يقع الآن من صراع عظيم في تلك الأرض، فسيكون لهذا ما بعد. أسأل الله تعالى سبحانه أن ينصر هذا الدين، وأسأل الله تعالى سبحانه عز وجل أن يرزق هذه البشرية الحكمة لكي تعرف القصد من خلق الله لها، وأن تفهم وظيفتها للتعاون من أجل إنشاء حضارة متعاونة متآلفة تدفع عنها الأضرار كلها وتستجلب المصالح التي تنفعها. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.